باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وللأبد أمين. هقرأ وياكم جزء من إنجيل معلمنا يوحنا، الجزء اللي هو السيد المسيح غسل رجلين تلاميذه وبطرس اعترض وبعد كده قال له يا رب اغسلني كلي. فالمسيح بيقول التعليق الصغير ده: فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأ أيضا قال لهم: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ بيكلم التلاميذ: أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك، فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم فإنه ينبغي فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا، والمجد لله دائما أبديا أمين. بمناسبة أن احنا في صوم الرسل، وصوم الرسل ده اسمه صوم الخدمة، يعني هذا الصوم وجد في الكنيسة من أجل أن نصلي من أجل عمل الكنيسة، وعمل الكنيسة هو الخدمة. أبونا خادم وسيدنا خادم والشماس خادم والأرخن ده خادم والشباب دول خدام والشابات دول خادمات، والأب في البيت خادم والأم في البيت خادمة. علشان كده وعلشان عملنا، فالكنيسة وضعت لنا صوم الرسل، وفي صوم الرسل زي ما بقول لك هو صوم الخدمة، والخدمة العمل العظيم بتاع الكنيسة، واللي بنحط مثال قدامنا الخادم الأول هو السيد المسيح. لكن زي ما كلكم تعرفوا أي عمل عايز مؤهلات، يعني لما بيجي أقدم لوظيفة يقولوا لي إيه الكواليفيكيشنز بتاعتك، إيه المؤهلات بتاعتك، قال لهم أنا دارس كذا، أنا واخد شهادة كذا، أنا تعلمت في كلية كذا، في جامعة كذا، ودي تقديري، ودي المجموع التراكمي بتاعي، ودي التقدير اللي جبته، مؤهلات. ولو جيت أشتغل بمهنتي يسألوني يقولوا أنت بقالك كام سنة، عندك خبرة قد إيه، اشتغلت فين قبل كده، ده في الأعمال اللي على الأرض. طب وأعمال اللي تخص السماء، أعمال الخدمة، إيه المؤهلات بتاعتها؟ عايز أخد وياكم سلسلة موضوعات عبر فترة الصوم ويمكن ما بعد الصوم، مؤهلات الخدمة، المؤهلات اللي تخليني جدير بالخدمة. تصوروا كده واحد ما تخرجش من كلية الطب وروح فتح عيادة، تكون النتيجة إيه؟ وابتدى الناس يجيله العيانين، تكون النتيجة مأساوية، مش كده؟ فإذا ما كنتش أنت مؤهلاً، مؤهلاتك مظبوطة على قد خدمتك، وما أقصدش الخدمة مدارس الأحد، زي ما قلت لكم في الأول الخدمة في اتساعها، فالأب في البيت خادم والأم في البيت خادمة، وأبونا والخادم وتسوني وسيدنا كلنا في هذه الصورة. فلازم يكون عندنا مؤهلات تجعل كل واحد جدير بهذه الخدمة. المؤهل الأول في الخدمة وأول شهادة لازم أقدمها هو غسل الأرجل. أنا عايز أكلمكم عن غسل الأرجل، هو ده المؤهل الأول، وإذا ما كانش معاك المؤهل ده ما تنفعش تكون خادم، ما تنفعيش تكوني خادمة من أولها كده. فالمؤهل اللي بيجعلني خادما ويديني هذه الفرصة وهذا العمل يكون عندي شهادة غسل الأرجل. السيد المسيح كلم تلاميذه كتير
وعمل معجزات قدامهم وقال لهم أمثال كتيرة وتعاليم كتيرة، حاجة عظيمة خالص. وبعدين في يوم من الأيام التلاميذ نفسهم هم ماشيين كده في السكة، جت في بال واحد منهم: هو مين الأعظم، أنا ولا أنت؟ قال له: أنا طبعا. فرد عليه التاني قال له: لا أنا طبعا. وابتدوا يختلفوا: هو مين الأعظم، أنا ولا أنت؟ فلما راحوا الواحد تالت وسألوه قالوا له: إيه رأيك، أحكم بالعدل، هو مين الأعظم، ده ولا ده؟ فبص لده وبص لده وقال: الحقيقة ما فيكمش حد أعظم، أنا الأعظم. بقى نمرة ثلاثة، وبعد كده نمرة أربعة ونمرة خمسة. المسيح حب يحرجهم، المتأسف في الكلمة، حب يكسفهم. قال لهم: كنتوا بتتكلموا إيه في الطريق؟ حطوا وشهم في الأرض وكسفوا. عمل إيه؟ جاب طفل وأقاموا في وسطهم. والطفل ده لما أقاموا في وسطهم قال لهم كده: إن لم ترجعوا وتصيروا. اوعى تفتكر المسيح بيتكلم كلام مبالغة أو كلام بلاغة وخلاص، أو يعني هو كلام حلو. اوعى تقع في الفخ ده، اوعى تقع في الفخ ده. كلام المسيح محدد جدا ومقصود جدا: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات. شوف بقى الأولاد، ربنا بيدينا أولادنا، ربنا يخليهم أولادنا وبناتنا، بنتعلم منهم إيه وبنشوفهم بيعملوا إيه. فالمسيح لما هم اختلفوا أقام هذا الطفل لكي ما ينزع منهم فكر الكبرياء أو فكر العظمة. عايز تبقى خادم؟ فالمسيح فضل ساكت 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 لغاية قبل الصليب بيوم، وعمل عمل لم نسمع عنه في التاريخ، لم نقرأ عنه في أي مكان. جاب تلاميذه قعدهم وهو قعد على الأرض وابتدى يغسل أرجل تلاميذه وهم في حالة دهشة، والدهشة دي خلتهم ما ينطقوش إلا بطرس المندفع دائما، واعترض في الأول، لكن المسيح لما شرح له استجاب وغسل رجليه وعطاهم درسا اسمه درس غسل الأرجل اللي هكلمكم عليه بالتفصيل دلوقتي. غسل الأرجل بنقرأ عنه في الكتاب، مثلا في أيام إبراهيم أبو الآباء لما جولوا الثلاثة وقال لهم: تعالوا تفضلوا، أقرأها لكم بالضبط. فلما نظر رقد لاستقبلهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم. العادة كده كان الزمان الطرق ترابية، فأول ما يجي الضيف من المشوار الطويل نغسل رجليه، والعادة دي الوقت قريب كانت موجودة في الأديرة لغاية النهاردة، إن اللي جايين طبعا النهاردة بقى في طرق أسفلت وفي عربيات وفي وفي، فما حدش بيجي ماشي يعني، لكن من مثلا 30-40 سنة كان الموضوع ده موجود، وغسل الأرجل، وأنا شفته في دير من الأديرة، وتلاقي شيوخ الدير وإحنا شباب صغيرين وبيغسلوا رجلين. دي قصة إبراهيم أبو الآباء في غسل الأرجل. بنقرأ كمان عند لوط، لوط نفسه عند سدوم يقول كده وقال: يا سيدي، ميلا إلى بيت عبدكما وبيتا واغسلا أرجلكما. برضو من المشوار. وهكذا في قصص كتيرة. ونسمع السيد المسيح لما دخل بيت سمعان الفريسي لم تعطي، وهو بيقارن بينه وبين المرأة: أتنظر هذه المرأة، إني دخلت بيتك وماء لرجلي لأجل رجلي لم تعطي. كسر عادة كانت موجودة وهي غسل الأرجل. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ ما كلكم فاكرين قصة الأنبا بشوي، ونقول على كده: الذي غسل قدمي مخلصنا الصالح، اعتبروا أنه واحد زائر أو ضيف عادي جاي. حتى أبي جايل الحكيمة في العهد القديم قالت نفس الكلام لداود، قالت له: هوذا أمتك جارية لغسل أرجل عبيد سيدي.
عشان تاخد منه روح الغضب. فقالت له كده: هوذا أمتك؟ تقصد نفسها جارية. هي مش جارية ولا حاجة، لأن جوزها نبال اتكلم بحماقة شوية. هوذا أمتك جارية لغسل أرجل عبيد سيدي. فغسل الأرجل في الكتاب المقدس موجود، لكن السيد المسيح خلاه الدرس الأخير لخدامه لتلاميذه. يعني إيه غسل الأرجل؟ تعال فصصها كده وياك. المسيح عمل إيه ويا تلاميذه؟ وأرجع وأقول إن كلام السيد المسيح وأحداثه عملية وفعلية، وليست نظرية أو مجرد كده كلام حلو نسمعه وخلاص. لا، يتطبق على أرض الواقع. أول حاجة في غسل الأرجل إنها تعني المحبة، لأن أي عمل روحي بلا محبة ليس له قيمة، والمحبة دي هي اللي بيحسبها المسيح. يعني وانت بتعمل أي عمل روحي، بتصلي، بتصوم، بتقول عظة في قداس، بتقول درس في مدارس الأحد، في اجتماع شباب، في نشاط زي النشاط بتاعنا النهاردة، إذا ما كانش فيه المحبة اللي بيقيسها المسيح، لما يقيس المحبة دي العمل ده يقبله، لما المحبة دي ما تكونش موجودة العمل ده لا يقبل مهما كان رائعا، مهما الناس سقفت له. فأول حاجة في غسل الأرجل هو المحبة، لأن الإنسان الذي يمتلئ بالمحبة يستطيع أن يغسل الأرجل، واللي ما فيش المحبة في قلبه مش ممكن يقدر يغسل الأرجل. فأول تفصيلة في غسل الأرجل في هذا المؤهل هي المحبة. التفصيلة الثانية، المسيح لما جه يغسل الأرجل خلع ثيابه، الرداء الخارجي كده، خلع ثيابه. وكلمة خلع الثياب هنا أن الإنسان يجب أن يخلع مركزه الاجتماعي أو الثقافي أو المالي. أنا مدير في حتة تانية، لكن عند الخدمة أنا أغسل رجلين الناس. طبعا كلمة غسل رجلين الناس مش الغسل الفعلي وبس، لكن لها كمان معاني مكملة هشرحها لكم دلوقتي. فخلع الثياب معناها أن الإنسان لا ينظر إلى كرامة نفسه، زي ما قالت أبيجايل: هوذا أمتك جارية. عارفين زي ما بتقولوا إيه؟ بس نقولها كده كلام، يعني أنا خدامك. أو أحيانا يقول له إيه؟ أنا عندي الرجلين. كلمات كده، لكن ما هيش لا تحمل الفعل. الفعل. فهنا الإنسان اللي بيخلع الرداء الخارجي، اللي هو يتخلى عن مركزه أو قيمته أو 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 أي حاجة، دي تماثل إن الإنسان بيشيل الأفكار اللي هو إنه أنت كبير. يعني مثلا تنظيف الكنيسة، في ناس بتشغل في تنظيف الكنيسة، لكن في بعض الكنائس تلاقي ناس وزوي مركز وزوي حيثية، ولكن ييجوا يوم الثلاث اليوم اللي ما فيهوش خدمة وينظفوا الكنيسة على آخر، سواء سيدات، غالبا سيدات طبعا، أو رجال. مثلا أفتكر وإحنا في الخدمة كانوا يعملوا يوم في الخدمة اسمه يوم النجف. يوم النجف كانت كنيستنا اللي هي الملاك دمنهور اللي كان لها صورة من شوية، كل النجف بتاعها كريستال زي ده، فيقوم الخدام كلنا نتجمع ونقفل على نفسنا الكنيسة ونفك الكريستالات دي كلها ونغسلها بمية وصابون وسبرتو أبيض ونلمحها، لأن بيبقى عليها طبعا تراب وحاجات زي كده، ونلمحها ونركبها تاني، بحيث يجي دايما نعمل الحكاية دي قبل عيد النيروز. يجي عيد النيروز لقى الكنيسة بتلمع، النجفة بتلمع. طب مين اللي بيعمل كده؟ ناس مهندسين وناس دكاترة وناس محاسبين وناس محامين وناس 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 وكبار وصغيرين نعمل الشغلانة دي.
فدي مثال لخلع الثياب. كمان غسل الأرجل فيه شكل من أشكال الاتضاع، لأن اللي هيغسل الأرجل لازم هو اللي يقعد على الأرض، ما ينفعش تغسل الأرجل وانت واقف، ففيها نزول إلى الأرض. اسمع كده بولس الرسول بيقول إيه: أيها الإخوة، إن انسبق إنسان فأخذ في زلة ما، فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. أحيان يبقى في الخدمة في خدمات ظاهرة وفي خدمات خفية. في ناس تقول لك أنا أخذ الخدمات الظاهرة، أنا عايز أبقى معروف أو مشهور أو أنا اسمي واضح. وفي ناس تأخذ الخدمات الخلفية ويبختهم، اللي بياخدوا الخدمات التي لا ترى ومحدش يعرف منها حاجة، يعرف عنها حاجة. هل بتقدم أخوك في الخدمة بالحقيقة ولا إيه الحكاية؟ هل أنت لما بتعمل الخدمة وتقدمها بتقدمها بروح إيه؟ هل أنت في عينيك شايف أخوك أنه أفضل منك، ولا شايف أنك أنت الأحسن وأنت الأفضل وأنت اللي بتدير الخدمة دي وتدير الكنيسة دي وأنه ما فيش حد زيي؟ نظرتك إيه لنفسك؟ بتتعامل ويا اللي أكبر منك إزاي؟ الخادم مع أمين الخدمة، مع أبونا الكاهن اللي مسؤول، إيه طريقة التعامل؟ طب بتتعامل مع الصغير إزاي؟ قلت لك المحبة، وقلت لك خلع الثياب، وقلت لك الاتضاع الجلوس على الأرض. نمر أربعة، إن أيضا غسل الأرجل يحتاج حكمة. مش معقول أغسل رجلين شخص بمية بتغلي، مش معقول أغسل رجلين شخص بمية متلجة، لازم أختار مية تكون مناسبة. ده تعبير عن الحكمة. يعني الإنسان وهو بيخدم بيستخدم المية المناسبة للشخص اللي بيغسل رجليه. عندك الحكمة دي؟ الكلمة اللي بتطلع من بقك كلمة مظبوطة صح، ولا كلمة ممكن تجرح اللي قدامي، ولا ممكن تخليه يتعب، ولا كلمة تقيلة كانش تتقال؟ ده انتوا حتى دايما تقولوا الملافظ سعد، الملفظ اللي بيطلع بيعبر عن انه يكون لفظ سعيد او لفظ حلو. هل كلامك فيه بلسم؟ هل مصدر سلام؟ في اشخاص كلامهم كالسهام، في اشخاص كلامهم كالسهام في الخدمه، في خدمه يقف يتكلم ويعاتب، يسميها عتاب، يعاتب أخوه أو يعاتب أمين الخدمة أو أبونا أو بكلمات حادة. فين ده؟ ده أنت يا ابني بكلماتك تتبرر وبكلامك تدان. الحكاية دي مهمة قوي. شوفوا يا أحباء، معظمنا بيعرف يختار لبسه، أختار اللون ده مع اللون ده مع الشكل ده مع اللبس ده، معظمنا. لكن ناس كتيرة ما بتعرفش تختار كلامها، ألفاظها. الحكمة هنا في غسل الأرجل، شفت بطرس لما هاج وما عجبوش إن المسيح غسل رجليه، المسيح كلمه بروح الحكمة والوداعة، وعشان كده استجاب بطرس. فكمان فيها درس الحكمة. كمان غسل الأرجل فيها إن بعد ما غسل رجلين الناس التلاميذ نشف رجليه، بتلاقوا أبونا في يوم خميس العهد مش كده بيعتذر بمئزرة، والفكرة في الأصل بتاعها إنه من خلال دي من شافه بينشف الأقدام اللي اتغسلت، مش بيسيبها مبلولة مبتلة. وهنا كمال النقاوة، كمال النظافة بتاعت الأقدام المغسولة ده هي. طب دي معناها إيه؟ معناها يا ترى أنت لما بتخدم
أحيان تقع في خطية إنك تسيب الخدمة في نصها تبعد عنها، ولا بتكملها للآخر؟ ده الوصية بتقول تمم خدمتك. طيب هل خدمتك أحيان تبقى ناقصة، أو خدمة شكلية، ولا خدمة بتعملها للتمام؟ فاكرين المسيح لما عمل معجزة إشباع الجموع؟ ناس بالألاف، تعالوا نأكل الناس دي، وياكم خبز، معناش خبز، في طفل وياه 5 خبزات و2 سمكتين. طب أتكئوهم فرقا فرقا، يقعدوا منظمين 50 50. طب وبعدين يبتدي التلاميذ المسيح يبارك الطعام وياخدوا الطعام يوزعوه على 50 50 قاعدين، وما سمعناش واحد في الآخر قال أنا ما خدتش، ما سمعناش حد بيتزحم. ولما خلصوا الأكل، فلما فرغوا من الأكل وشبعوا رفعوا الكسر، سابوا المكان نظيف. ما نسميه النهاردة الحفاظ على البيئة، المكان نظيف ورفعوا الكسر. ده هي الكسر دي لها استخدام، استخدام الحاجات الصغيرة، صغيرة خالص، يمكن هي صغيرة النهاردة، لكن الصغير على صغير يبقى كتير. على رأي مثل بيقول القليل يقش، يعني قرش على قرش على قرش هيبقى مبلغ في يوم من الأيام. فهنا تكفيف الأقدام باستخدام المنشفة إن الإنسان يقدم خدمته بأفضل ما يكون، وتكون خدمة كاملة. شوف المسيح يقول لنا في يوم من الأيام كأس ماء بارد لا يضيع أجر. شوف الكأس بيبقى شكله حلو إزاي، زي الكأس اللي قدامنا ده، وماء، والماء اللي فيه مسلجة درجة الحرارة بتاعتها مناسبة. شوف حاجة جميلة. طب ممكن كوباية مية، ممكن قلة، ممكن أي حاجة تانية، ممكن طبعا، لكن قدم خدمتك في أجمل صورة ممكنة. هو ده غسل الأرجل. اوعى تفتكر غسل الأرجل شوية مية ونغسل رجلين وخلاص، مش دي، ده معناها واسع. وأنا بشرح لك دلوقتي المؤهل بتاع غسل الأرجل. دي الأعمال بتاعت غسل الأرجل وشرحها: المحبة وخلع الثياب والاتضاع والحكمة وأخيرا استخدام المنشفة. نيجي لآخر حاجة أحب أحطها قدامك وأنا بشرح لك المؤهل الأول للخدمة. إيه اللي هنستفيده من المؤهل ده؟ مؤهل غسل الأرجل، زي ما سميته لك كده المؤهل الأول. أول حاجة لنستحق أن نكون تلاميذه. ما المسيح فضل يخدم 3 سنين وبعدين خلى درس غسل الأرجل ده ما عملهوش في الأول، ده فضل يأخره 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 لغاية قبل الصليب بساعات، راح عامل كده. أنتم تلاميذي بالحقيقة. اللي مثلا اللي هيشتغل مهندس، أول شهادة لازم يكون وياه بكالوريوس بتاع كلية الهندسة، دي أول حاجة. نسأل على الخبرة، نسأل على اللغة، نسأل عن الجامعة، لكن بكالوريوس معتمد رسمي. فأول حاجة لنستحق أن نكون تلاميذه. يا بختك ويا بختي لو كان المؤهل ده ويانا. لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. الحق الحق أقول لكم أنه ليس عبد أعظم من سيده. يبقى المؤهل ده بيتعمل قدامك كده في الخانة إن ده تلميذي، دي تلمذتي، دول تلاميذ السيد المسيح. الحاجة التانية اللي هنكسبها من غسل الأرجل لكي ما نكون في شركة معه. يسوع زي ما أنت عملت أنا بعمل، زي ما أنت خدمت أنا بخدم، أنا حطك قدامي هو المثال. وعشان كده لما بطرس
لو تفتكروا بطرس اعترض، وبعد شوية بعد اعتراضه أنكر المسيح، وبعد شوية ساب التلمذة وراح يشتغل صياد، والمسيح يقابله على بحيرة طبرية، وبعدين هو ومجموعة من التلاميذ منهم يوحنا رايحين يصيدوا، يوم يصطادوا 153 سمكة ويطلعوا ياكلوا، وبعدين وهو قاعد كده المسيح يندهله في وسط التلاميذ، بطرس بتحبني؟ عايز يفكره بكل اللي فات. انت بطرس عمال تندفع وعمال وانكرتني وعمال تبكي، مالك مالك كده، ما انتش ماشي صح، بتحبني؟ ايوه يا رب احبك. قولها له مره ثانيه ومره ثالثه، وفي الاخر يقول له انت تعلم يا رب اني احبك، وخلاص بطرس العظيم ده صار بعد كده تلميذ. يأتي يوم الخمسين وبكل شجاعة وبقوة الروح القدس يقول عظة الخمسين ويآمن 3000 نفس، 3000 نفس مش من جنسية واحدة، من عشرات الجنسيات. واليوم ده نسميه يوم ولادة الكنيسة المسيحية. إيه يا بطرس ده أنت كنت قبل كده يعني ماشي على سطر وساب سطر؟ قال لا خلاص البداية جديدة. فبنغسل الأرجل لكي نكون في شركة معه. ويوم ما جم يصلبوا بطرس قالوا له أنت بتبشر بالمسيح، هنصلبك على صليب زي المسيح. قال لهم بس ما استحقش. صليب إزاي بقى؟ لا اصلبوني على صليب منكس الرأس كده. بطرس تلميذ اتعلم غسل الأرجل وتعلم أنه يكون في شركة مع المسيح. يبقى أول حاجة في غسل الأرجل أصير من تلاميذ المسيح حقا، نمرة 2 لكي ما يكون في شركة وياه، ونمرة 3 لكي ما نربح الآخرين. نربح الآخرين، وإحنا بنخدم الآخرين بنخدم الكل، وبنخدم كل إنسان، كل إنسان. لما بنيجي نعمل مدرسة نعملها للكل، عملهاش لفئة معينة ولا طائفة معينة خالص. لما يجي نعمل مستشفى عشان تعالج الكل. كل الخدمات موجهة للإنسان فقط لكي ما نربح الإنسان. يعني إيه نربحه؟ يعني يكون إنسان يشعر بإنسانيته وهو حر في حياته، وبالتالي الصورة ده هي أو المؤهل ده اللي بقول لكم عليه غسل الأرجل، هو الذي يقدمني للخدمة في الكنيسة بكل صورها. بطرس الرسول صار كان آخر الكل وخادم للكل، وبطرس الرسول لما وعظ الوعظة بتاعته الشهيرة اللي موجودة في سفر الأعمال، الوعظة ده هي جابت آلاف من الناس ومن البشر. وبطرس الرسول لما دخل السجن هو ويوحنا واتفتحت أبواب السجن وخرجوا. وبطرس الرسول هو اللي شفى المقعد اللي كان على باب الجميل أو الجميل، وهو اللي أقام طبيصة الخادمة، وهو اللي آمن كرنيليوس على أيديه واعتمد هو وأهل بيته. بطرس عمله العظيم ليه؟ لأنه حصل على المؤهل الأول، مؤهل غسل الأرجل. عشان كده لكل خادم وخادمة، وزي ما قلت لكم ما أقصدش خدام مدارس أحد، أنا أقصد الكنيسة كلها، لأننا صوم الرسل لكل الكنيسة، صوم الرسل صوم للخدمة. وعشان نكون خدام حقيقيين لازم نحصل على المؤهل الأول، هو مؤهل غسل الأرجل. يعطينا مسيحنا أن تكون حياتنا مقبولة أمامه، ونكون في حياتنا بنحقق المؤهل الأول لكي ما نكون بالحقيقة أمناء في خدمتنا وفي هذا الصوم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. أمين. الليل ويالك سابت ريكي يوكي أقم نيف ماتي كرين كويكي سوسي ونستوني ونرا من تنوشي فولين قويموز يو بن شوي سيدوس بخريسوس من مهم في أرو ماري بكنا نمتكيريني
وين صوتن بيك لا وصدي منور اينان اكيد خير اسم مستم دوي بنت ماشي سادك كم بينوغن اه انت ما توصل قد يصد من تي داويد تي صوفي انت سولومون ابن ابمان بركليتون في ايطا في ايجيني ابوستولوس ويسي في عريب ونخلم بتاويرت فين بن يوت الطايتون الشيرم سبابا ابتا ودروس نمن نيوت نيبس كوبوس نيت كيني ما نود انت دفف تقرو ايجين نوسر ونوسر عن ميشن وبين ما انسيون ايريني كون سيوي يو انو غاجي تيرو سابا سيت انو اتشالف جين كولي طبعا يا خريصو سريع كنت بقاني نوفيناني والخنوري قضاب ابن اشتين لاي كيري ليسون كيري ليسون كيري بلوكيسون امين اسمو ايرو اسمو ايرو استيمي طنيا كوني بلقوين بيسون ليترأف الله علينا وباركنا وزروق علينا وارحمنا رب وخلص شعبك وبارك مراسك وارفعهم بشارة صليب المحيي بالسؤالات والطلبات اللي ترفعها عنا في كل حين ويدر الى قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنير ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس أربعة عينين المتجسدين والشاروبيم والسرافيم وكل الطهمات السامية وكل الذين أرضوا رب عملهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة صوم أبائنا الرسل وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركاتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي أمين سيشو أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غدا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في دجبا لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد أبد أمين محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جماعكم ومع روحك أيضا